قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهناك من يريد شرا بالمرأة فيزين لها، يزين لها الخروج من البيت، يزين لها معصية الزوج، يزين لها عدم الاعتناء بالأبناء، يزين لها المعاصي. وقد ابتلينا، قد ابتلينا في هذا الزمان بهذه الجوالات التي فيها خير وفيها شر، وشرها مستطير وعظيم يقرب البعيد بسبب هذه الجوالات، ويختلي الإنسان بنفسه فإذا به ينظر إلى ما حرم الله عز وجل. وكذلك فتنت كثير من النساء بعلاقات محرمة بسبب الدخول في بعض البرامج التي تهوي بمن دخل إليها في هاوية، وتفسد عليه دينه وتفسد عليه أخلاقه. ولعل بداية الأمر يكون من باب الفضول، يريد أن يرى، يريد أن يعرف لماذا الناس يدخلون، ثم بعد ذلك يدمن، ثم بعد ذلك يهوي على رأسه، ثم بعد ذلك إن لم يتب الله عليه ويوفقه للتوبة فإنه ينفضح، وتكون الفضيحة والعار والشنار في الدنيا، ثم العقوبة يوم القيامة. وإنما النار من مستصغر الشرر. هذه النار العظيمة كيف تبدأ؟ تبدأ بشرارة، بشرارة صغيرة، ثم تتسبب في إحراق غابات عظيمة وبيوت كثيرة وأماكن عظيمة، وهي تبدأ شرارة. والشيطان له خطوات، قد نهانا الله عز وجل أن نتبع خطوات الشيطان. ثم إذا بها هذه المسكينة، هذه الضعيفة، هذه المرأة تدخل في هذه البرامج، ومن برنامج إلى آخر، فإذا بها تلقى من كلامه معسول، وهو في الحقيقة سم عزاق، فإذا به يدغدغ مشاعرها. ولعلها أيضا تحتاج إلى حنان وإلى حب لقصور زوجها، وتظن هذه المسكينة أنها إذا عصت الله عز وجل بأنها ستسعد وأنها ستطمئن. ولا شك أن هذا الذي يكلمها ويتحدث معها وإذا به أيضا يقبح صورة زوجها أمامها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله من خبب امرأة على زوجها، أي أفسد. في حديث آخر أو في رواية أخرى: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، أي أفسدها. يقول لها: هذا لا يعطف عليك، هذا لا يحن عليك، هذا لا يحبك. وكذلك لو كانت امرأة تخبب امرأة على زوجها فإنها ملعونة، وهذا يدل على أنها من الكبائر، لأنه ورد فيها اللعن. وكذلك تخبيب الولد على أبيه،
والعبد على سيده، كل ذلك من الإفساد في الأرض، والإفساد محرم، والله لا يصلح عمل المفسدين. فحذاري حذاري 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 أيتها المرأة المسلمة أن تدخلي في هذه البرامج ولو كان على سبيل الاستطلاع، فإن الشيطان له جنود يرسله للناس يسولون لهم، كما جاء في الحديث الصحيح أن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل جنوده، فلما يرجعون كل يذكر ما أفسد، فيقول أحدهم أفسدت بين الأخ وأخيه وما تركتهما حتى تفرقا، فيقول يوشك أن يصطلحا، يعني هذا أمر ليس كبير، فيأتي الآخر فيقول ما تركته حتى طلق زوجته، فيقول أنت أنت ويقربه، ويقول الآخر ما تركته حتى أشرك بالله، فيقول أنت أنت ويلبسه التاج، كما جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح. فينبغي علينا أن نعلم أن الشيطان لنا بالمرصاد، وأنه يريد أن يفسد أسرتنا وأزواجنا وأولادنا، يريد الأولاد أن يتربوا لا عند الأب ولا عند الأم، يريد أن يفسده، يريد أن يعيشوا في مشاكل وفي نفسيات حتى يتربوا على البغض، أو يتربوا على القسوة، أو لا يتربوا على تعاليم الإسلام، لأنهم يضيعون بين أبيهم وأمهم في مشاكل لا يعلمها إلا الله. أيتها الأخت المسلمة، أيها الأخ المسلم، اتق الله في نساء المسلمين، اتق الله في نساء المسلمين، اتق الله في نساء المسلمين، فإن من عبث في بأعراض الناس سلط الله عليه من يعبث بعرضه، وهذا دين يأخذه في الدنيا قبل الآخرة. إن التهاون في كلام النساء مع الرجال مفسدة عظيمة، ويبدأ لعلها بسؤال، تقول له زوجي فعل كذا، ثم بعد ذلك بحب وعشق وغرام لا تستطيع أن تنفك عنه إلا من وفقها الله عز وجل للتوبة قبل الموت والبعد عن هذه الوسائل المحرمة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم البعد عنه إلا به فهو أيضا واجب أن تبتعد عن هذا الأمر بشتى الوسائل، ولو أن تبقى بلا وسائل اتصال. وهذه الشبكات العنكبوتية التي حذر منها الشيخ قربت البعيد، حتى أصبح الاختلاط في هذه الجوالات وفي هذه الشبكات، ولا يلزم المرأة أن تخرج من بيتها اليوم حتى تختلط بالرجال، وحتى تتحدث مع الرجال، وحتى تعرض مفاتنها على الرجال، بل إنها في بيتها وتفعل ذلك، وهذا أشد خطرا، فإن المرأة إذا خرجت خافت، وأما إذا كانت في بيتها وفي غرفتها فإنها لا تخاف إذا لم تخف من الله عز وجل وتراقب الله عز وجل.
فينبغي علينا أن ننمي في قلوبنا أن نخاف من الله، وأن نراقب الله، وأن لا نكشف الستر، فإذا كشفنا الستر فإننا نلج المحرمات وتهون علينا المحرمات بعد ذلك. وقد جاء أن عربيا راود امرأة في الصحراء، راود امرأة في الصحراء فقالت له: أيرانا أحد؟ فقال لها: لا يرانا إلا الكواكب. فقالت: وأين مكوكبها؟ أين مكوكب الكواكب؟ أين الذي يرى النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء؟ أين مراقبة الله عز وجل الذي قال سبحانه: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول؟ الله معنا بعلمه، ومعنا بسمعه، ومعنا ببصره، ومعنا سبحانه وتعالى بقدرته، فهو قادر علينا مهما بلغنا من القوة ومن النشاط ومن المنعة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: من السبعة الذين يظلهم الله بظله، ورجل دعته ذات منصب وجمال، فقال ورجل دعته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. عندها منصب تستطيع أن تستره، وتستطيع أن لا يتوصل إليه أحد، كما فعلت امرأة العزيز مع يوسف عليه السلام وهو يقول: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ويقول سبحانه على لسانه: قال إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. علينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نقطع هذه العلاقات المحرمة التي هي في الحقيقة مبنية على أوهام كاذبة وحب كاذب. وما كان محرما فإنه يكون باطلا، ومهما بين الرجل للمرأة أنه يحبها وأنه يعزها وأنه وهو لم يتزوج بها ولم يعقد عليها، فإن هذا مآله إلى العداوة في الدنيا والآخرة إن لم يتوب، ومآله إلى الفساد. وهذا كله من الأمور التي هي في الحقيقة أوهام وسراب بقيعة. ولذلك في الحقيقة هؤلاء هم ذئاب مفترسة وأسود لا تبتسم لصاحبها، وإنما تريد أن تنهشه وأن تأكله وأن تكسر عظامه ثم ترميه رمي الجيفة بعد أن تنهش ما تريد. فعلينا أن ننتبه أن هذا كله مبني على حرام، ومبني على سخط الله، ومبني على غضب الله. كيف يوفق الله من أراد هذا الأمر وهو يسعى في غضب الله؟ والتقوى هي أن تتقي وأن تجعل بينك وبين عقوبة الله وقاية. فنسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأن يعيدنا وذرياتنا وأزواجنا من هذا البلاء العظيم، وأن يحبب إلينا الإيمان،
ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغننا بحلالك عن حرامك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واجعلنا من الطائعين، وأعذنا يا رب العالمين من رذائل الأخلاق لا يعيذ منها إلا أنت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.